انا عارفك ده شغل الكيري في الطن في الهاي كانشنش خالص. انت انا بشوفك في الافلام الاجنبي. بيكلمتنا ليه وليه مخلف كده؟ بقول لك ايه، احنا في قانون في البلد دي، وطبعا هتسيبه يعني هتسيبه. وماله، ده انا اسيبه لاجل العيون الدبالي دي. والله بسم الله ما شاء الله، اطلع طعم متشقاش تاني. وبعدين الدنيا دي فيها قانون. الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده، هو في ايه؟ وانا مش قلت مفيش نزول من البيت من غير ما تعرفوني؟ بيكلم مين ده؟ بيكلمنا احنا، قال لي مين ما ينزلش. انت سيبيه يفرض سيطره، ممكن نعرفه اصلا. يلا خلصنا ورحمه ابويا لاوري لك. اصبر بقى، خلاص خلصنا. يلا على فوق. برافو عليك يا حافظه كلمتين وجاز. سمعيهم؟ ايه ده، دول داخلين البيت عندنا. يا بحرقه، مين دول؟ يلا يا جدعان كل حاجه روح لحاله. خلاص فض يا عم، فهمني ايه ده، مين دول؟ ده نوش طه الغريب بامه باخته بالاتنين اللي انت شفتهم دول، الخمسه يخصوني. انا سابك تعلى وتربح وتعمل ما بدالك، بس وانت تحت عيني هتفكر ترفع عينيك في حاجه تخصني. انت راسي بحريه اخره فين يا عم؟ وماله، مفيش مشكله، ما جاش على خمس ست انفار الحرم وراح، بس بمزاجي. لو مزاجي بقى ليه رأي تاني، هيبقى فيها كلام تاني. واحنا عندنا المزاج وعندنا الوجع القلب. شفت الواد بحرية؟ هاول شافك بتتخانقي في الشارع جه زي السبع انهالك الموضوع في تك. سكينة ما تلغوشيش، انت عاملة مصيبة ما تضحكيش عليا. ارسلي هنا. انا عايز اعرف انت ازاي طول الفترة اللي فاتت دي مخبية عليا حاجة زي كده، بكل المصايب اللي عدينا بيها ازاي ما حكيتليش حاجه زي كده؟ لا، وحاجه ممكن تودينا في 60 داهيه وتوديني معاكي، والمره دي مش هنبقى مظلومين لان انت بجد معاكي الالماس. انا ما كنتش قصدي اذيكي يعني يا راني، وبعدين كل الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا عدى على نفوخي. ايوه، يعني ازاي برضه تخبي عليا حاجه زي كده؟ ها، من الاخر انا ما كنتش اعرفك الاول. وبعدين انا اول ما شفتك كنت لازقالي كده زي لزقه الكلب لصاحبه، فانا افتكرتك مزقوعه عليا عشان تعرفي مني مكان الالماس. غير تشبيهاتك اللي زي وشك دي، ده في الاول. طب وبعد كده ايه حجتك بقى يا سكين؟ يا اختي هو احنا فضينا؟ ما احنا من ترع البركه لغايه ما ترمينا هنا. لا فضينا، وكان في مليون الف موقف كان ممكن تحكي لي فيهم. ما انا لو قلت لك هتقولي سلميهم. انت المفروض تسلميهم. ما انا طول الوقت نفوخه هيطرشق ومش عارفه اعمل بيهم ايه اصلا، شايلهم زي الهم على قلبي، نصيبه واترمت في حجر. لا انت عارفه الصح كويس قوي يا سكينه، وعارفه ان انت المفروض تسلميهم. ما انا نوبه اقول اسلمهم، ونوبه اقول استنفع بيهم لو خدت براءه، ونوبه اقول لو خدت حكم ظلم يبقى حق ربنا ان انا ما اسلمهمش واستنفع بيهم، ونوبه اقول ابيعهم واشهيص روحي بال10% وبسلم الباقي، وربنا نافوخي هيطشق يا راني.